هذا ويحظى الشباب البحريني باهتمام وعناية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باعتبارهما الثروة الحقيقية للوطن ورهان المستقبل. الحركة الشبابية في البحرين حققت طفرة كبيرة في مختلف أركانها بفضل التوجيهات الملكية السامية التي ترتكز على توفير البيئة المناسبة لتنمية الشباب وتمكينهم في المجالات كافة وتحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة تعزيزا للتجربة الشبابية الوطنية. هم رهان المستقبل، وهم من يحظون بعناية واهتمام وحرص لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حيث لا تخلو خطابات جلالته السامية من التركيز على فئة الشباب وتسليط الضوء على دورهم الفعال في بناء المجتمعات لما يشكلونه من ثروة حقيقية للوطن. ومن منطلق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد، فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة. هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه ملهم ووالد الشباب عاهل البلاد المعظم نابع من إيمان جلالته العميق بقدرات الشباب وطاقاتهم على إحداث التغيير الإيجابي والمضي قدما نحو ازدهار البحرين انطلاقا من رؤيته الشمولية والمستقبلية لتمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي ساهم في تعزيز إنجازات الشباب وتفعيل دورهم في عملية التنمية، وهذا ما حرصت عليه مبادرات جلالة الملك المعظم لرعاية الشباب وتمكينهم من زرع روح العمل والإصرار والطموح لديهم. فتأتي جائزة الملك حمد لتمكين الشباب رافدا هاما في استثمار ودعم طاقات وأحلام وابتكارات الشباب ليكونوا قادرين على وضع بصمتهم الخاصة في العالم. الشباب البحريني أثبت اليوم وعلى مختلف الأصعدة كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية الوطنية والإسهام في تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة من خلال إسهاماتهم الوطنية بمختلف القطاعات وفي جميع المحافل، فباتت المملكة اليوم تظفر بنهضة شبابية بحرينية قادرة على التواصل مع العالم بلغة العصر وروح التجديد.